برنامجنا أيها السادة الكرام بيبتدي بكلمة، والكلمة بتجر الكلام، وكلامنا عن الأعضاء في جسم الإنسان. تمام، يعني لو قلنا عيناكي عيناكي نامت في جفونهما مفاتن أيقظت ليلي وأعصابي. أقول لك العين تبكي، والنفس لما تؤمر بتخلي المعدة تطلب، تقولي طب الإيدين والقدمين والأنف والرئتين. أقول لك معاهم هنعيش في مسرات وهنقضي مع الأنس أوقات. مفيش عندنا مستحيل ومفيش محال. باختصار هنشوف حكايات وروايات جوه الفقرات عن أعضاء نظرة. نجمنا يسكن وسط الأعضاء، عبير وعطر في كل الأرجاء، دقات أغنية لا يطولها غناء. دقاتك مش دي دقاتك، لا وحياتك ناقصين دقات. هو مصدر وحي لكل الشعراء ومعجزة الله في خلق الإنسان. فيا ويح قلبي كم يحن وكم يصبو. نجمنا هو القلب. اللي يقدر على قلبي يخطفه ولا قدر ولا. هو أولا القلب بيخفق أو بينبض وبتزداد خفقاته في عدة حالات. قلبي ماله، إيه جراله، إيه غير له حاله. قلبي ماله، إيه جراله، إيه غير له حاله. هو اسمه الحقيقي ريتشارد الأول، لكن سمي بقلب الأسد نظرا لشجاعته وجسارته، وكان شجاع وجسور جدا، وفي نفس الوقت كان غادر. ويا ويلي جرحك بقلبي غدار، والوفا ماله أثار. جرحك بقلبي غدار، والوفا ماله أثار. الورق بس حروف يا ناكر المعروف. القلب هو الحاجة اللي ملهاش مقاييس وبتلقط بطريقة معينة وبيخش الواحد في الشباك وهو سعيد بيها. ده القلب. وحياتي عندك، لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. العضو المقدس في الجسد وهو القلب، وهو مفعم بأرق وأنبل الأحاسيس الإنسانية قاطبة، وهو القلب. القلب قلب كل شيء. القلب هو المحرك الأول لجميع أجهزة الجسم، وخلال متوسط عمر الإنسان ينبض القلب حوالي 3 مليارات مرة، مرسلا 200 مليون لتر من الدم إلى الدورة الدموية. وكلما زاد الفرد من مجهوده كما يحدث مع هذا الرياضي، احتاج الأمر إلى استهلاك المزيد من السكر والأكسجين في الدم. القلب عضو مهم جدا في جسم كل إنسان، أي إنسان، لكن بالتحديد للرياضي أو بالتحديد للاعب كمال الأجسام، هنا القلب له وظيفة هامة جدا أكتر. يمكن نقول إنه له فايدة في بناء وتكوين جسم اللاعب الرياضي ده. ومعنا النهاردة كابتن طه دعبس، لاعب كمال الأجسام. برحب بيك. أهلا سيفا. قلبك جامد واضح يعني. الحمد لله. انا بقى قلبي بيدق لاني خايف عشان انت يعني كمال الاجسام، واضح انه يعني يمكن نقول المظهر يخض شويه. لا والله، لاعب كمال الاجسام بيبقى قلبه ضعيف.
ضعيف ليه بقى؟ لانه بيبقى ربانيا جسمه بيبقى يعني هيكله كبير، فربنا سبحانه وتعالى ما بيديش القوه مع قلب الجامد، لان لو قلب جامد يبقى يضرب في الناس. عشان تبقى رؤوف يعني بالناس شويه. بتمارس الرياضه من امتى؟ كمال الاجسام بقالي بتاع 5 سنين. خمس سنين. بتحتاج طبعا تدريب عالي جدا جدا اكيد. طبعا تمرين تمرين لازم يبقى جامد وعنيف، فلو ما كانش قلبي كويس ما ينفعش، لان هو القلب بيبقى عليه عامل اساسي. اشرح لنا بقى العامل الاساسي هنا. انا يمكن قلت في بدايه كلامي ان في بناء وتكوين بيساعد فيه طبعا عضو القلب، لكن اشرحها لي انت بقى من الناحيه الرياضيه، ازاي هنا القلب فعلا مهم في انك تكون عضلاتك وتبقى بال يعني نقول بالمتانه دي. اللاعب كمال اجسام محتاج ان هو الدم بتاعه لازم يكون بيجري بسرعه، يعني بيتغير على طول، فالقلب هو عامل اساسي. القلب في عامل اساسي ان هو لازم يضخ الدم في جسم الانسان، فالعضله محتاجه الدم على طول يبقى نشط والاكسجين نشط، فلازم يبقى الدم يتضخ في العضله. لو ما كانش قلب كويس والدوره الدمويه بتاعتي كويسه والشرايين بتاعتي ماشيه كويس والاورده والحاجات دي كلها هي اللي بتعمل للعضل، لان هو لو ما وصلليش في العضل دم عمر ما هيكبر وعمر ما هقدر ان انا اعمل هيكل عضل. ممنوع بقى من اكلات معينه كرياضي وكبرضه نرجع نقول القلب هنا بيبقى اكيد بلو برضه عشان ما تضرش بالقلب، بتمتنع عن حاجات معينه، فهل مسموح لك انت كرياضي وكمحافظ على عضو القلب بالتحديد انك تمتنع او بتاكل بتصرف في اكلات معينه؟ هو الاكل عامه كويس للاعب كمال اجسام، انما في أكل لا في اكل المفروض ان احنا ما نفرطش فيه جامد، زي الدهنيات زي النشويات، الحاجات دي ممكن تعمل جانب ان هي بتعمل تخمة على القلب، ان هي بتعمل دهنه زياده، فانا لازم لازم اواظب على تمريني في الاكل كويس على اساس ان انا اقدر امارس بين الاكل وبين التمرين. بتفضل بقى يعني متواصل في التمرين ولا ممكن لو انقطعت؟ انا بسمع ان بينقطع عن التمرينات لفتره في اي رياضه يعني بجسمه بيبقى مش مرن او مش لين كرياضي، فهل لازم تبقى التمرينات متواصله على طول؟ هو اللاعب عامه المفروض يبقى ليه فتره راحه، يعني مثلا كل فتره تمرين جامده لازم يريح جسمه، لان جسمه محتاج راحه، والراحه عامه يعني مثلا ما بتزيدش عن 5 6 ايام، اقصى حاجه 5 ايام بدون تمرينات المفروض على اساس ان الجسم يستريح من الشق اللي هو فيه، لان هو طبعا كل يوم بيشيل كام طن، هي ما بتتحسبش، بتتحسب بالاطنان عندنا، لان بيشيل كام طن، بيرفع مثلا كام كيلو حديد كل يوم. كابتن طه، طب تقول لي بقى انت عن نفسك يعني ممكن ترفع لكام كيلو في اليوم؟ كام طن بقى ولا كام كيلو؟ دي ما بتتحسبش كده، بتتحسب عندنا ان احنا في العد وفي التكراري، ان انا ممكن اشيل مثلا ساي 50 كيلو 10 مرات في 4 مرات يبقى 200 كيلو. كابتن طه، تقول لي طيب مفيش مره وانت بترفع الاثقال في رياضتك دي قلبك خانك مره من المرات؟ هو يخوني في حاله واحده بس. ايه هي؟ لما اكون خايف ان الحاجه دي تقيله وما اقدرش اشيلها، انما ان انا اخش حتى لو متدرب عليها وعلى الوزن ده والتقل ده، اصل الوزن ممكن يخوني في اي لحظه، ايديا ممكن ما ترفعش كويس، رجليا ما ترفعش كويس، فانا ممكن اكون داخل على حديده قلبي بيطب، اول ما بمسك الحديده خلاص انتهى، خلاص بيتلاش اي خوف او اي قلق. اي لعيب كده هو بيبقى خايف بالظبط زي اللي داخل بيشوط بلين، يبقى داخل ان هو خايف ان تضيع، فاول ما بيخش على الكوره خلاص الرهبه راحت، نفس الحكايه كده. معظم حالات الانسان الانفعال او الغضب او الخوف او الحب زي ما قلنا، كل هذه الانفعالات بتنسب الى القلب، فتفسيرها ايه العلم؟ هي ممكن تترجم للعقل من العقل للقلب وممكن للمعدة بالضبط، وممكن للعصبية ونفسية لوشه لملامح وشه، لكن هو القلب أكتر. ليه؟ لأنه حساس جدا، النبض بتاعه ماشي في أمان الله على 60 وشاف حاجة معينة أو موقف معين يوصل 100، المية دي تأثيرها على جميع أعضاء الجسم، بص تلاقي كل ملامح وشه تغيرت، كل حركاته بقت مختلفة. إذن القلب لأنه علاقته بالمخ وثيقة جدا عن أي حاجة تانية، وبعدين هو العنصر الرئيسي في عملية الضبط، يعني حضرتك بتشوف المايسترو في المزيكا
100% له واحد بعديه، مش كلهم زي بعض. يعني الفرقة الموسيقية اللي قاعد بيضرب على القانون واللي قاعد بيضرب على البيانو وغيره، دول كل واحد على قد الحتة بتاعته. لكن في حاجة بعد المايسترو اللي هو المخ، اللي هو نسميه قلب الفريق، في واحد قاعد عينه وتركيزه كله على ايد المايسترو عشان يترجم للناس اللي وراه، وتلاقي المايسترو ظهره للناس. هو المخ كده برضه، لما يبعت اشاره ما يقعدش يقول دي راحه للقلب ودي راحه للكبد ودي راحه للبتاع، هو مايسترو يبدو ظهره لاي حد لكن يبعت الرسائل. مين اللي بيستقبلها الاول؟ القلب. القلب، والقلب من غير نقطه الدم اللي بيبعتها للكبد وللكلى والعضلات والعينين والودان وغيره، جميع العناصر دي هتتوقف عن العمل، لأنه هو ما ادهاش العنصر الرئيسي اللي تتفاعل بيه مع الأكشن اللي حدث أو الحاجة اللي حصلت. لأن القلب احنا بنقول له ادي نبضة زيادة ليه؟ عشان يديني أكسجين زيادة، العضلات يجي لها القدرة أنها تتحرك كويس، العين هتشوف أكتر، هتعمق الرؤية، الودن تبقى رفع الأنتنة بتاعتها مشدود واخد باله. ليه؟ لأن زدت من 60 نبضة لـ100. الـ40 دول ايه وظيفتهم؟ ان انا بدل كل الاعضاء الضروريه لرد الفعل كميه اكسجين الكافيه ليه. يعني زياده ضربات القلب ما بتضرش الانسان؟ لا، ما بتضرش ابدا في الاكشن المهم. قل يا قلبي اوام وحياتك حبيت، قول ايوه يا لا، دقاتك مش دي دقاتك، لا وحياتك ناقصين دقه، فين وديتها؟ مين اللي خدتها؟ فين وديتها؟ مين اللي خدتها؟ اوعى تكون ام عيون زرقاء، ما احناش قد الشوق والمرقه.